الرجوع من السفر. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم والخليفة في الآن، والخليفة في الآن. اللهم إنا نعوذ بك من وعتاء السفر، من وعتاء السفر، وكآبة المنبر، وسوء المنقلب في النار والآن. آمين. سائغ عاهد لربنا حامد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى أهلنا سالمين غانمين، وأن يتقبل منا عمر سنة إن شاء الله تعالى، وأن يوفقنا وإياكم جميعا المشتاقين لهذا المقام الشريف مرات عديدة إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه نقطة صلح مع الله ومع النفس ومع الأهل، وأن تبقى بسمة هذه العمرة في قلوبنا، أن تترك آثارها علينا، وأن تثبت الله حتى نلقاه. نسأل الله سبحانه حسن الخاتمة.